اوكي السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد، غوصه جديده دائما مع شيف تشاميرا. اليوم شيف تشاميرا حضر لنا هالتيسيغ الرائع. هالتيسيغ معمول بكريمه كاسترد وكراميليزايد بانانا. كريمه الكاسترد معموله فقط من حليب سكر وصفار بيض، وكراميليزايد بانانا معموله من موز سكر زبده وحليب. خليكم تشوفوا الوصفه، يلا معنا. اوكي اول شيء بنحتاجه موز سكر حليب وزبده، دول بنحتاجهم عشان نعمل كراميليزايد بانانا، يعني بانانا بالكراميل. خليكم تشوفوا الطريقه. اول شيء بنحط السكر، بنحط الزبدة، كي اول ما بيصير لون السكر والزبده هيك زي الكراميل بنضيف الحليب. كي بنخلط. بنحط الموز. هيك صار عندنا موز بالكراميل. خلاص وبنشيلهم من على النار. بالنسبة للكريمة بنحتاج 3 صفار بيض، 30 جرام سكر، و 250 سنتيلتر حليب. 250 سنتيلتر حليب، 30 سكر و 3 صفار بيض. اوكي نبتدي ب 3 صفار بيض مع 30 جرام سكر. ناخذ الحليب وبنحطه على النار. اول ما بيغلي الحليب ناخذ الحليب بنصبه على الكريمة بس شوي. نخلطه مليح وبنعيده على النار مرة ثانية. ترجعوا الخليط بتحطوه على نار خفيفة، بتفضلوا بتحركوا لحد ما بيصير الخليط متجانس وثقيل، يعني بيصير زي الكريمة. اوكي خليطنا صار جاهز، بنشيله من على النار. اوكي الكريمة هون حطيناها بالكوبايات حتى تساعدنا بالسكب
صار عندنا كل شيء جاهز، الموج جاهز والكريمة جاهز وبيات تقديم جاهزين. اوكي والستاف بعد ما بنحط البنانة بالكراميل في قلب الكاسة بناخذ الكريمة وبنحطها لفوق. كيف ما شفتوا الوصفة كانت جد 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 سهلة. تنحب نشكروا شارك شاميرا ونشكركم تنتم على المتابعة. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس حتى توصلوا بكل جديدنا. دمتم في رعاية الله ويومكم مبارك سعيد. السلام عليكم.